المفاجأة، ربما أن يقوم مفاجأة الجيش، ولكن هذه كرة القدم كل شيء وارد. لكن حامد إسماعيل بداية في الظهير الأيمن أنا أشوف أنه في حقيقة علامة استفهام كبيرة، على الرغم من تعلق مراد ناجي في المباراة الأخيرة الآسيوية وتقديم مستوى جيد، أنك تعطيه لحامد إسماعيل في منطقة الظهير الأيمن. بدايتك فهد خلفان حقيقة أيضا علامة استفهام كبيرة، يعني كنت أتمنى أنه يقدم تباتها خلف جار الله المري وحامد إسماعيل يتقدم ويكون في مراد ناجي في منطقة الوسط. فأنا حقيقة يعني ما أدري سيد توري ماذا يبحث عنه، وربما أنه انشغل بالرد على تصاريح إعلامية والخروج عن أجواء المباريات، وهذه ربما إحدى المشاكل اللي توري يعاني منها في الفترة الحالية. فريق الجيش حقيقة بالنسبة لي أنا فريق يعني ما شفته كثير حقيقة وما أقدر أحكم عليه بشكل كامل، ولكن أتوقع أن فريق الريان بحكم خبرته وسمعته وهيبة فريق الريان أتوقع أنه يحسمها من الشوط الأول حتى لا يدخل في حسابات أو في مسألة الخطورة الشوط الثاني. فبالتالي المباراة حقيقة مباراة هامة، وفريق الريان لم يحقق شيء هذا الموسم.